الجماعه اخواني في الله في حق النفوس الطيبه علاج. بعض الناس اذا اردت ان تعذبه امنعه عن صلاه الجماعه. سنحكم عليك بحكم تعذيب، نحطك في السجن. في السجن ما في مشكله، بصلي في مسجد السجن، بأم في الناس في السجن. ايه السجن مش عقاب لك؟ شو عقابك؟ بدنا نحرمك من صلاة الجماعة. لا لا، هذا تعذيب. لا لا، شوف لوين هذه النفس الطيبة الزكية. اما اذا كانت النفس الأمارة بالسوء فيختلف الموازين والمقاييس. فتنبهوا إخواني في الله إلى هذه الأمور، نسأل الله أن ينفع بنا وبكم. فهل تأتي أنت، هل صلاة الجماعة تصبح في دمك بحيث لا تحتاج إلى شخص يقول لك قم فصلي، لا تحتاج إلى شخص أن يقول لك قد أذن؟ ما بصير تصل لمرحلة واحد يقول لك أيوة أذن قم صلي، ما بصير، لسه انت وضعك متأخر. اذن طيب ما في مشكلة، انا متوضي وجاهز، بتوضى قبل الاذان. دائما كن متوضئا قبل الاذان. اثنين، اذا كان عندك وقت فالاذان يؤذن عليك وانت في المسجد. طيب ما وصلت لها المرحلة هاي، فكن من المبكرين في شهود الجماعة هاي تلقائيا. حتى لو كنت طالب جامعة وعندك امتحان، تستطيع أن تأخذ الكتاب وتذهب وتدرس وين؟ في المسجد. يعني الأمر متاح، فلما تتأخر؟ ولما لا تشهد الجماعة؟ وعمل، ما هو هذا العمل الذي يشغلك عن شهود الجماعة؟ شهود الجماعة ينبغي أن يكون في دمك. طيب شوف، خصوصا الفجر. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هاتين الصلاتين تظهر حال هذا الشخص مع الصلاة. فإذا أصيب بالنفاق والعياذ بالله فعندها تصبح صلاة الفجر والعشاء عليه ثقيلة. وحقيقة إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فأول شيء يفحص صلاة الشخص، يفحص صلاة الشخص. كيف أنت وصلاة الفجر؟ بدك حدا يصحيك؟ بدك حدا يرن عليك؟ طب كيف بدنا نعطيك بنتنا؟ طب ما بنتنا بدها حدا برضو يصحيها. معناته لا أنت صاحي ولا هي صاحي، معناته أنتوا اثنين يعني أنتجتولنا أسرة فاشلة. إذا أتاكم من ترضون دينه، أول شيء الصلاة. بس يصلي كيف يصلي؟ نقر ولا بتأني؟ هذا المقياس الأساسي. كثير من الناس يغفل عن هذا المقياس. أهم شيء في الحكم على الشخص في ديانته الصلاة. رأس ومالك هو الصلاة. بعض الناس يستمتع بالصلاة، هذا فضل الله. بعض الناس يا شيخ اتق الله فينا، صلاتك قصيرة، صلاتك قصيرة يا أخي، بدنا نركع، خلينا نعرف نركع، خلينا نعرف نسجد. وبعض الناس العكس، هذا العكس. لا نريد أن نفصل الكلام عن نفسه أمارة بالسوء. يا شيخ صلاتك طويلة، قصر صلاتك يا شيخ، هي صلاة كسوف؟ واحد مرة بقول لي شو اللي صليته فيه يعني ركعتين الفجر. حقيقة الإمامة بالعوام ويعني الأمر متعب جدا، متعب جدا. وبالتالي إخواني في الله ولو حبوا. طيب الآن سوف ينتقل إلى باب آخر، الوعيد. بعدما ذكر الترغيب الآن ينتقل إلى الوعيد في حق من يتجرأ ويتخلف عن صلاة الجماعة وهو قادر على شهودها. انظر، هذا الوعيد في حق من؟
هذا الوعيد في حق من؟ الذي يتخلف عن الصلاة في الجماعة. من يساعده؟ القادر على الحضور الجماعة. يا جماعة انتوا بدي ألملم كلمة من هون وكلمة من هون، أعطوا كلام. هذا الوعيد، هيك بدك تعبر، هذا الوعيد في حق من يتخلف عن صلاة الجماعة وهو قادر على أن يشهدها. هكذا تعب موعد وعيد. اثنين، يتخلف عن الجماعة. ثلاث، وهو قادر. ما بنفع، كله عبارة ايش؟ وعد. فمن يعيد هذه العبارة؟ هذا الوعيد في حق من؟ في حق من؟ في حق من يتخلف عن الجماعة وهو قادر على أن يأتيها. نعم.